هذه اللحظات على أكثر من محور في جبهة المليحة، تحديدا بلدة المليحة في الغوطة الشرقية، هي الخبر الأبرز لليوم 68 على التوالي. تحاول قوات النظام التسلل من عدة محاور والسيطرة على هذه البلدة الاستراتيجية جغرافيا، حيث تقع على مشارف العاصمة دمشق وتعتبر بوابة الغوطة الشرقية. لذلك يعني تكون هناك تغطية نيرانية كثيفة من قبل قوات النظام، صواريخ أرض أرض، عشرات الغارات المتتالية اليوم، أكثر من 350 غارة متتالية خلالها الشهران متتالية من عمر هذه الحملة. لا، اليوم كانت هناك اشتباكات عنيفة جدا، حاولت قوات النظام التقدم من عدة محاور واستطاعت في 24 ساعة الماضية من السيطرة على معمل المطاط ومسجد الدالاتي، وهما نقطتان استراتيجيتان تماما، وهما على مشارف بلدة المليحة. ثم قام الجيش الحر بصد هذه الهجمات واستعادة هذه النقاط الهامة والاستراتيجية، وبالتالي استطاع أيضا التقدم على عدة نقاط أخرى تسيطر عليها القوات الحكومية واستعادت تلك النقاط. وكانت هناك أيضا تدمير عدة أبنية في تلك المنطقة كانت شبيحة النظام يتحصنون بها، وكانت هناك أكثر من 15 قتيلا بين قوات النظام اليوم في تلك المنطقة. نعم، طيب سيد براء، فيما يتعلق بالغارات أو البراميل المتفجرة على عدد من بلدات ريف دمشق مثل دارية ومدينة دومة وإدلب، نعم فعلا اليوم كان هناك سقوط براميل متفجرة في بلدة دارية في الغوطة الغربية، وكان هناك نسبة الدمار كبيرة جدا، حيث أكثر من 80% مما تبقى من أبنية والبنى التحتية في مدينة دارية أصبحت أنقاضا تحت الأرض. أما مدينة دومة تعرضت لقصف عنيف جدا براجمات الصواريخ قذائف الهاون، استهدف كل من السوق الشعبي وسط المدينة، وهذا السوق يعني استهدف بوقت الذروة الساعة الثانية ظهرا، حيث يكون هناك الناس يقصدون هذا السوق لقضاء حوائجهم وشراء ما يلزمهم لقوت يومهم. تم استهداف هذا السوق وكان هناك عشرات الضحايا بين صفوف المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال. الحصيلة النهائية أكثر من 10 شهداء بين صفوف المدنيين وأكثر من 50 جريحا تمت إصابتهم جراء إلقاء هذه القذائف الصاروخية، وتم إسعافهم للنقاط الطبية التي هي بدورها أيضا تشتكي من جميع المستلزمات الطبية جراء الحصار المستمر على الغوطة الشرقية ومدينة دوما منذ أكثر من سنة ونصف. أيضا اللافت بالذكر أن هناك استهداف للفريق الطبي وفرقة الهلال الأحمر التي كانت تسارع بإسعاف الجرحى في السوق الشعبي، وتم استهدافهم وإصابة سيارتهم بإحدى القذائف، وكانت هناك أضرار كبيرة بالفريق الطبي المسعف. نعم، من ريف دمشق براء عبد الرحمن مراسل شبكة سوريا مباشر، شكرا جزيلا لك. أعلنت جبهة ثوار سوريا بالاشتراك